دعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى تصعيد الاحتجاجات اليوم الأحد بقرع أجراس جميع كنائس المدينة المقدسة رفضا للقرار الأمريكي، بما يعد رسالة لوحدة الشعب الفلسطيني. ومن المقرر أن تنطلق مسيرة جديدة ضد تهويد القدس من دور المنارة، على أن يكون بعد غد يوما للتصعيد الميدانية والإضراب المدنية في جميع القرى والبلدات.